اقعد يا زهر. لا اقعد انت النهارده يا خطيب. ده كرسيكي ومفيش غير كنت اللي بتقعدي. مفيش يا عم كرسي وكرسيك. انا بقول لك ايه، ما تقدم الحلقه النهارده. لا ده البرنامج بتاعك يا زهر. لا اقعدي يا زهر. البرنامج بتاعنا مفيش حاجه اسمها بتاعك. والله انت بجد لذيذ مع الاطفال، هقدمها. مش ألذ منك. لا يا عم واحنا بنشوف سباق. اصل هو لو كرسيين كنت قعدت جنبك، هو ده الكرسي بتاعك وانت بتقعدي هنا. اقعدي يا زهر. يا سيدي ولا بتاعي ولا اقعد ولا اقعد اقعد والله. مش هينفع صدقيني. طب قدم حلقه النهارده. مش هينفع يا زهر والله يا خطيب. انا شايف انت لازم تاخد الفرصه دي. لا بجد. ايه المشكله؟ لا ده كده. لا انت كده بتخلي كده الايموشنز بتاعتي. لا لا يا زهر مش هينفع. اقعد يا زهر. اقعد يا خطيب. مش هينفع صدقيني. احنا هنقعد نتعزم على بعض كده كتير. امال هنعمل ايه؟ هنقدم حلقه عن ايه النهارده؟ تصدق انا هعمل حلقه النهارده عن الايثار. الايثار؟ اه والله. يلا الإيثار هو إن أنت تدي لغيرك اللي معاك، هو إن أنت تحب لغيرك الخير، بتبقى عارف إن غيرك لو اديت له الحاجة اللي معاك هيبقى مبسوط بيها أكتر. الإيثار مش تقليل، الإيثار ارتقاء. قعدت أفكر النهاردة ممكن نقعد نشرح الإيثار إزاي؟ لقيت إن في قصة في التاريخ يعني ظريفة جداً جداً جداً، حاجة زمان التجار كانوا بيعملوها. زمان كان بيبقى الشارع طويل مثلاً وفي دكاكين كتير قوي، كل دكان بيبيع نفس الحاجات اللي بيبيعها الدكان اللي جنبه، بس يبقى الدكان طويل أو الشارع قصدي طويل والدكاكين كلها تحط الكراسي قدام الدكان، بحيث إنه لو واحد دخله زبون يدخل الكرسي جوه، وده معناه إن هو استفتح أو ابتدى يشتغل وجات له أول شغلان. فبالتالي لو جاله زبون تاني كان يطلع بره يبص في الشارع ويشوف في دكاكين تانية الكراسي موجودة قدامها ولا لأ، لأن زي ما اتفقنا الكرسي لو موجود ده معناها إن الراجل ده لسه ما استفتحش. فلو لقى كرسي يعني قدام أي دكان يقوم رايح يقول للزبون بص عند عم فلان ده هتلاقي عنده اللي أنت عايزه. وده المعنى الحقيقي للإيثار، إنه بيؤثر على نفسه ويدي رزقه اللي جاي له لحد عنده لغيره من غير حقد ولا غيرة ولا حتى ضغينة. هو ده الإيثار. النهاردة بقى هنشوف أصحابنا عارفين يعني إيه إيثار ولا لأ، وبيعملوا الصفة الحلوة قوي دي ولا مش واخدين بالهم إن هما ما بيعملوهاش. النهاردة معانا آدم وليلي وجولي ومصطفى، تعالوا بقى نشوف هما يفهموا يعني إيه إيثار ولا لأ. يلا بينا. صباح الخير. صباح النور. مفيش حد صاحي غير جولي. عامله ايه؟ كويس. هي بس اللي بترد عليا برضو؟ ماشي اوكي. عامله ايه يا جولي؟ كويس. طيب بصوا بقى، صحصحوا لي كده وفوقوا لي، وبحب كل واحد يعرف نفسه ويقول هو اسمه ايه وعنده كام سنه، في سنه كام، بيحب يعمل ايه وكده. انا اوكي. اسمي جولي. وفي مدرسه ايه؟ وفي لا مش لازم في مدرسه ايه. انا اقول في مدرسه. مش لازم. مش عايزه اعرف انتوا في مدرسه ايه عشان احنا في الاجازه اصلا. قولي يا جولي انت بما انك اكتر واحده مصحصحه. انا اسمي جولي وعندي 7 سنين. ايوه. بتحبي تعملي ايه يا جوجو؟ بحب ارسم والون، وبحب اتدرب سويمنج. تتدربي سويمنج؟ ماشي. مصطفى صحيت ولا لسه؟ اه صحيت. ماشي اصحى كده. انا عندي اسمي مصطفى وعندي 7 سنين ونص وداخل على 8 وفي في في داخل يعني تانية ابتدائي وبس. بس حلو قوي كده. وخلاص. بتحبي تعمل ايه؟ العب على عقله. تلعب على عقله؟ اه. عشان تطول؟ لا عشان تبقى قوي. لا عشان انا بحب اللعبه دي. اه عشان تحبي تتنطط. انا انا بحب اتشقلب على عقله. اه كلنا كنا انا وانا صغيره انا كنت بمسك برجلي في العقله واسيب ايدي. يا ولد بس تاخد بالك، يبقى في مرتبه تحت او حاجه. لا لا عادي. لا مش عادي، ناخد بالنا. ممكن انا بحط رجلي بعديها في العقله الثانيه وبمسكها برجلي، بمسك ايدي برجلي. اوكي. وده سيب كونفو. اوكي اوكي. شغل ايه ده؟ مش ممكن. طيب استاذه ليلي اتفضلي. انا اسمي ليلي وعندي 8 سنين وبحب اغني وارسم. تغني وترسمي؟ الله. ولون. وتلوني كمان؟ انا برضو بحب بلعب بيانو وبحب برضو. يا ولد. اغني. يا ولد هنغني النهارده اكيد. وبحب الفاشن شو. فاشن شو؟ بتحبي تتفرجي يعني ولا تحبي تبقي موديل؟ انا
اعمل فاشن شو، بحب اتفرج عليه. تعملي فاشن شو في البيت بقى، تقعدي تغيري لبسك وتطلعي مامي وكده. فاشن شو موديل في نفس الوقت، بحب اقضي شعري. تيجي نتفق على اتفاق؟ ايه رايكم نسمع بعض وما نقاطعش بعض عشان نعرف نتكلم مع بعض كويس؟ انا عارف. انا في الفاشن شو ده والموديل كنت انا عملت تيشيرت كان عادي، فانا كنت اي ستايلد و يا ولد وقصته من الجنوب وعملته كات. يا ولد تحبي الستايلنج يعني؟ ماشي. كنت كمان كسبت شهاده. برافو برافو. ليه انت بتحبي تعملي موديلنج في البيت ولا بتعملي ولا تتفرجي على فاشن شو؟ بحب اعمل الاثنين. اوكي ماشي. بحب اعمل، انا بحب اتفرج على يوتيوب. اوكي نايس. بحب اتفرج على يوتيوب. وانت بتتفرج على اليوتيوب؟ انا مره صورت فيديو في البيت وعملت فاشن شو. يا ولد قعدتي بقى تغيري لبسك وكده وتلعبي اللعب وبتوضبي في الاخر ولا بتسيبي حاجه؟ ما اعرفش هي شغاله ولا لا. لا مش عارفه. لا مش بفتكر طبعا، الاوضه تبقى فوق بعضها بس انا مش بفتكر. صح ماشي يا ليلي. ادم قول اسمك ايه وعندك كام سنه، اسمك ايه بالكامل يعني وعندك كام سنه؟ ندم مازن عبد الجوزه عبد الحميد البدوي اليمين. يا اختي ما كانش قصدي كده بس ماشي. عندك كام سنه؟ 7. ما وبتحب تعمل ايه يا دودو؟ بحب اتمرن سباحه. وبحب ارسم بس. بس وصوتك واطي على طول كده؟ لا. بيعلى؟ هيعلى في نص الحلقه؟ لا. مش هيعلى ليه؟ ما اعرفش. طب ممكن عشان خاطري يعلى؟ حط مايك جوه؟ ماشي. عشان اول لا من غير مايك انا عايز اسمعه واحنا قاعدين. طب انا عندي سؤال بقى، النهارده عندنا موضوع الحلقه بتاعتنا موضوع مهم شويتين ثلاثه اربعه. انا عارفه هو انا نسيت حاجه. ثانيه واحده بس، ايه قولي؟ نسيت وانا كمان بحب الدانسينج. ماشي يا ستي اوكي. انا كمان. ايه رايك نتفق على اتفاق تاني يا جوجو؟ ما حدش يقطع حد، ايه رايك؟ ما هو ده اتفاق اللي قبلي. ايوه ما احنا ماشيين عليه، ما انا بفكرك بيه. ايه؟ اوكي؟ انا عايزه اقول لكم حاجه. ده من انا عايزه اقول لكم حاجه. ايثار. حد يعرف يعني ايه ايثار؟ اه. ايه ده؟ بجد؟ وانا. يا سلام. بجد. بجد؟ اه. المفاجأة دي؟ قولوا لي. هو لو احنا اخونا الصغير كان عايز اي كاندي او حاجه مننا ممكن نقول لا انا مش مهم ده النهارده، المهم اخويا. اوكي. او كده. ده نوع من انواع الايثار. قولي يا ادي. مثلا لو انا جبت شوكولاته وحد وصاحبي بيحبها ادي له واحد. بجد؟ يا روحي. ايوه صح ده ايثار. ده انتوا شاطرين قوي. اوكي. انا لا. ايوه. انا قولي لما بقى. لما انا يعني لو انا جبت حاجه انا بشربها وانا بحب الحاجه دي وصاحبي عايز اديها له، ولما ده مثلا. ده مثلا. مثلا ايه كمان؟ يعني لو احنا لو في يعني اكله كبيره انا واخويا بنحبها، اما احنا خلاص كان فاضل حته واحده بس انا اديها لاخويا. ايوه برافو، ده ايثار بمعنى الكلمه. صحيح. وكمان لو انا واخويا كنا جبنا بيتزا صغيره وكانت فضلت حتتين ادي الحتتين دول لاخويا. ايوه هو ده اللي سألك الحال. او لو صاحبنا معانا. أيوة. وهو جه كان اتاخر ندي حته لاخويا وحته لصاحبي. ايوه ايوه مهم الناس التانيه. صح برافو. ليلي مثلا حد عايز ياكل فروتس وهو معهوش مثلا وانا معايا فاقول مش مهم انا اديهوله هو. اوكي. ويوم تاني ابقى انا اكل فروتس. برافو. انا عاجبني بقى فروتس. في اللي انتوا بتقولوه فروتس. فواكه يعني. عاجبني قوي بقى في اللي انتوا بحب الكورنفليكس. ماشي. عاجبني قوي في اللي انتوا بتقولوه ده، ان انتوا بتقولوا مش مهم انا النهارده وانا في يوم تاني، لان الايثار مش ان انتوا طول الوقت تدوا حاجاتكم للناس، مش ده اللي مطلوب، بس يعني مره كده ومره كده، شويه كده وشويه كده، انا النهارده وهو بكره وبعدها انا برضو، يعني ما حدش يجي على نفسه قوي، مش ده المطلوب. طيب عندي سؤال بقى، حد يعرف ايه عكس الايثار؟ انا. بجد؟ ده انتوا شاطرين قوي يا جماعه النهارده، انتوا مفاجئيني. طب قولوا لي يعني ايه؟ يعني لو يعني لو انا ماسك حاجه حلوه قوي وانا بحبها وصاحبي عايزها
وانا عايزها برضه. اما انا اقول له لا مش هتاخدها، دي بتاعتي انا. اه ده اسمه ايه ده بقى؟ ده اناني. اناني، ايوه صح. انت سكت سكت وبتطلع ايه؟ اناني. اسمه اناني. الاناني ده بيبقى عامل ازاي يا ايه؟ كده بيقعد ياخد الحاجه وكده بيقول بتاعتي وبعدين يمشي. بتاعتي انا بس، زي مش عايز حد تاني يلعب حاجتي وبلعبي، محدش يجي جنب حاجتي، وانا بس اللي يبقى عندي حاجتي، صح؟ زي مثلا لو انا معايا نوت بوك وانا كنت عايز، يعني لو انا معايا اي شوكليت اللي هي عارفه الشوكليت اللي هي تكون متشكله دي، ها اللي هي شوكليت يا زي مثلا لو انا عندي واحده كبيره على شكل سانتا كلوز مثلا والتاني عايزه، فانا اقول له لا دي بتاعتي انا عايزه اخدها وبعدين اقوم مشدها منه وخلاص. اوكي اوكي. طب انتوا حد فيكم كان بيعمل مثلا كده؟ يعني كان الاول مش عارف يعني ايه ايثار، وبعدين مامته او باباه ابتدوا يفهموه ان احنا لما لا انا كنت بعمل ايثار. انت كنت بتعمل ايثار؟ اه. ايه بقى الايثار اللي كنت بتعمله؟ ايه يعني نوع الايثار اللي انت كنت بتعمله؟ انا كنت بعمل ايثار على طول. ايه الايثار اللي انتوا كنتوا بتعملوه ده؟ انا مره كان معايا بيتزا واحده بس اتبقت واديتها لاخويا. اوكي اوكي، حته واحده كده بدل ما تاكليها رحت مديها لاخوكي مع انك كنت عايز تاكليها. ده مثلا حاجه زي مثلا كان حاجه زي مثلا ايه يعني حاجه اللي مثلا ايوه ايه اللي مثلا يعني ده كانت حاجه يعني ممكن اكون عملتها او حاجه حاجه ايثار يعني كده معديه. بس الايثار اللي انا عملته في الحقيقه مره كنت اخويا كان مش معايا كولرز فانا اديته من الكولرز بتاعتي، ده الايثار الحقيقي اللي انا بعمله. برافو، ده حقيقي. برافو جدا. انا عملت ايثار لما كنت في الحضانه، كل اللي كان في الكلاس بيقول لي عاوزه لون، رحت وزعت عليهم كلهم اوراق والوان. والوان؟ الله عليكي. وبقى معاكي طيب ولا ما بقاش معاكي في الاخر؟ لا كلهم بياخدوا شويه. وانت معاكي برضو يعني انت بتلوني معاهم؟ ايوه ده مهم قوي. في علبه واحده. ايوه مهم جدا جدا جدا. انا برضه استني طب اسمع مره كنت استني طيب يا شوف. نعم. انت كمان بتؤثر عن نفسك ولا لا؟ تعمل ايثار. تعمل ايثار؟ ايه بقى اللي بتعمله؟ انت فهمتش تؤثر بس فهمت بتعمل ايثار، يعني ايه بقى الايثار اللي بتعمله؟ بكون انا في المدرسه مثلا واحد صاحبي بيقول لي يا ادم بكون معايا كورن فليكس، وواحد صاحبي بيقول لي ادم انا عايز واحده فبديله. اوكي، بتعمل شيرنج معاه وبتديله حتى لو انت معاك حبه صغنانين، صح؟ ايوه. تعرفين انا مامتي كان دايما تقعد تقول لي ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، يعني احنا لازم ندي لغيرنا الحاجه حتى لو احنا نفسنا فيها هتجيلنا غيرها وهيجيلنا احسن منها، طول ما احنا بنؤثر عن نفسنا وبندي لغيرنا الحاجه دي. طيب تفتكروا الكبار بيعملوا بقى ايثار على رايكم؟ انا هنقول الحلقه دي يعملوا ايثار زي ما انتوا بتقولوا عشان نبقى متفاهمين في نفس اللغه. بيعملوا ايه بقى؟ مامي بتعملها كده مثلا؟ ماما بتعمل كده. تعمل كده ازاي؟ كانت معاها علبة شوكولاتة وطويلة كده، اما هي قالت لي خد واحدة. واحدة؟ انت عارف ان مامتك بتعمل ايثار طول الوقت؟ من ساعة ما انت جيت اصلا الدنيا؟ لو في اي حاجة حلوة معاها هتديها لك وهي مش هتاكلها غير في الاخر. عارف الموضوع ده؟ بجد؟ عارفه؟ معرفش. ما تعرفش بس، طب ايه رأيك تركز في الموضوع ده؟ معرفش بس عارف. ما تعرفش بس عارف؟ يعني ايه الجملة دي؟ الله اعلم. طب ركز يا مصطفى كده، ركز ركز مع ماما وبابا، هتلاقيهم دايما بيجيبوا لكم الحاجه الحلوه بعدين هم يقوموا ايه جايبين لنفسهم او ما يجيبوش خالص. حد خد باله من الموضوع ده قبل كده؟ مامي مره كانت جايبه لي حاجه وما جابتش لاخويا، وساعات انا وساعات بتجيب لاخويا وما بتجيبليش، يعني ممكن مامي لو اخذت لو لقيت حاجة مناسبة ليكي أو ليه. بس أنا بتكلم على إنه بتركزي بقى إن مامي بتشتري لنفسها الحاجة بعد ما بتجيب لكم كل حاجة؟ ومرة مامي ما اشتريتش. مرة ممكن ما تشتريش بس تجيب لكم
اي وانا مره كنت مره جبت شوكليت فاخويا كان عايز منها بيس يعني هو ما كانش بيحب الشوكولاته دي قوي كان بيحبها نص نص فهو كان مره عايز بيس واحده فانا اديته تو بيسز كمان برافو ليه هو مش عايز يا سيدي بدأ يثار يا اخي هو مش عايز هو عايز انت مالك هو انبسط ما هو كان بس عايز يدقها وبعديها كان عايز تاني مني واديته اوكي طب هل مثلا حد قبل كده يعني سالته قلت له ممكن تعمل كذا معايا او تديني كذا او كده ولقيتوه هو بيقول لكم لا او مش بيبادر بان هو يوثر صح ايه بقى صاحبك ماله عمل ايه مش فاكر انت مش فاكر اي حاجه مصطفى انت دايما بتفتكر موضوع رقصه بس كده عمل ايه صاحبك معرفش امال ليه قلت صاحبك صح ايه اللي حصل له يعني صاحبك يا ربي حد عمل كده معاكم انا لا انت لا اوكي كتير بس مش فاكره ايه كتير بس مش فاكره دي انت بتقولوا حاجات ليه عكس بعض بس يا مصطفى ليه بتقول حاجات عكس بعض كتير ولا مش فاكره مش فاكره ماشي ادم عمرك طلبت حاجه من حد وقال لك لا دي بتاعتي لا مش هديك لا انا مش عايزه اديك لا انا واحده صاحبتي غاليه ما عملتش كده يعني مره كنت عايزه العب معاها مع انها كانت معايا في الكلاس يعني كنت عايزه العب معاها قالت لي لا قالت لك لا قلت لها بس دي حاجه ثانيه بس ما قلتلهاش مثلا انا ممكن استلف حاجه منك او اخد حاجه منك وقالت لك لا انا مره بنت خالتي عملت مره وانا في المدرسه اوكي كانت استنوا بقيتوا سامعين بعض كنت قلت لها انت سامعها كانت هي كانت عندها كده دايموند حقيقيه اوكي كنت انا قلت لها ممكن استلفها منك لا ما هو بص احنا ما بنستلفش دايموندز حقيقيين دي ما فيهاش ايثار قوي لا يعني كنت عايزه استلفها منها شويه يعني لا بس دي حاجه كبيره قوي مش المفروض دي لعبه دايموند لا دايموند حقيقيه طب قولي انت حصل معاك ايه؟ هو نسيت طب تعالوا نشوف يا اولاد الكبار رايهم ايه في موضوع الايثار ده ونرجع نكمل كلامنا ايه رايكم؟ تعرف يعني ايه ايثار؟ لا معرفش لا ما عداش عليا بصراحه لا الايثار ده هو ان انا افضلك عليا ان اخليك مرتاح عني مثلا عارف يعني مثلا اضحي بحاجه علشانك اقوم عشانك في المترو اساعدك بحاجه من غير ما تطلب مني وهكذا اخر مره عملت ايثار كان امتى النهارده الصبح من زمان في الشغل لسه انا جاي من المواصلات دلوقتي عملت ايه يعني كنت ماشي في المترو كان في ثلاث ستات قمنا لهم احنا واصحابنا يعني كده حد طالب مني حاجه وبتاع وارجعها ما بيني وما بينه بحاول ارجعه يعني فاهم باجي على نفس الحته دي بس عملت ايثار قمت لست يعني كبيره في السن وقعدت ورا عايزك تاثر عليا دلوقتي اقفل عليك اقفل عليك ازاي اقفل مش اقفل عليا وانت راكن لا اقفل عليا تعالى روح معايا هتروحني يعني توصلني هقصر عليك يعني احنا في الشغل مثلا احنا مثلا طالعين نجيب بند معين ماشي فاهم ماشي فبحاول ان انا اطلع انا اجيبه مكاني بس عشان ما تعبكش هتاخد ساعتي لا تتغلاش عليه شكرا انا عايز اقول لك ان الايثار ده لازم يكون جاي من جوه مش ان حد يطلبه منك اتعمل احصائيه بيقول لك انهم عملوا رنين مغناطيسي على دماغ الناس اللي بتعمل ايثار او بتعمل حاجات اخلاقيه حلوه يعني لقوا المسار العصبي بتاعهم ملعلع متنشط كده حلو هل لو عملنا عليك الرنين ده دلوقتي هنلاقي المسار ده ملعلع اكيد لان انا بعمل ايثار يعني ممكن تلاقيه هيبقى ملعلع ان شاء الله متاكد ان شاء الله هو على حسب علمي ان العصب ده لما بيلعلع فهو بيلعلع ساعه يعني الفعل نفسه ماشي ان هو بيدي اشارات ماشي فزي اللي هو ايه بيدي اشاره ان ده فعل ان انت بتبقى مبسوط ساعتها ماشي انت بتكتشف ان انت انت عملت الحاجه دي فدي برضه بسطتك ماشي فاعتقد لو عملوا رنين مغناطيسي هيكتشفوا يعني ان ساعتها انا لما عملت الايثار ده كان ملعلع بص بقى انت هتمسك المايك وهتقول الجمله دي انا هعمل ايثار وهلعلع المسار 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 ايه رايكم
رايكم بقى في الكلام ده؟ شفت بقى موضوع الرنين المغناطيسي ده لما عملوه على الناس؟ عايز اسالكم بقى، انتوا دماغكم هتبقى انت ملعلع ولا ايه؟ ده انت ايه ده؟ انت بتعمل ايثار كتير؟ ده كان بيرقص. ايوه بيرقص ملعلع بقى. لو احنا عملنا رنين مغناطيسي على دماغكم، عملنا اشعه على دماغكم، هنكتشف ان انتوا بتعملوا ايثار كتير وملعلعين ولا لا؟ ملعلع؟ ده مصطفى ملعلع على الاخر، مصطفى بيؤثر طول الوقت صح؟ انت بتعمل ايثار كتير يا مصطفى. اوكي، طب انا عندي سؤال بقى، احنا بنحس بايه لما بنعمل هذا الفعل او هذه الصفه؟ انا بحس ان انا كده بروح الجنه، ممكن لو احنا عملنا كده بحس ان انا هروح الجنه، عشان طبعا هنروح. طب ان شاء الله يا روحي. دي حاجه حلوه يعني بالنسبه لك وبالنسبه لربنا اكيد. ايوه صح. اوكي قول يا دودو. وربنا يدينا حسنات كتيره. ايوه وهيعوضك كمان. أيوة. لما انت تدي لحد حاجه هيعوضك باك بحاجه تانية. صح يا دودو. وايه كمان؟ بتحسي بايه لما بتعملي ايثار؟ انا مره عملت ايثار، كان كنت بعمله كل يوم بقى في المدرسه. ازاي؟ كنت مره في المدرسه فكان معايا نوت بوك كانت مليانه ورق كتير جدا. اوكي. فكل واحد كان كل واحد فهم كانوا بيطلبوا مني ورق طول الوقت. فانا كل ما بديهم ورقتين. اوكي، مش واحده لا اتنين. برافو صح. اوكي ليلي، كنت بتقولي ايه بقى؟ بتحسي انت مبسوطه؟ لما بعمل زي مثلا معايا شوكليت وصاحبي بيقول لي ينفع حته عشان معايا سويتس، فممكن اديله نص. صح. بتحسي بايه لما بتعملي كده؟ انا اديها له كلها عشان احبها. بتحسي انت مبسوطه؟ ها، ومثلا لو واحد صاحبي مش معاه اكل وانا معاه اكل وقال لي انا جعان قوي ومش معايا سندوتش، هديله حته من سندوتش. يا خلاص يا ناس، انا عايزه ابقى صاحبتك يا ادم. ينفع ابقى صاحبتك يا دودو؟ ينفع؟ ما تعرفش ايه الاحراج ده. ماشي. هيا مصطفى قول لي، بتحس بايه بقى غير ان انت بتبقى ملعلع؟ على ايه بتحس بايه لما بتعمل ايثار؟ بحس حاجه عجبتك كده، حاجه عجبتك كده ان انت عملت انجاز كده. اوكي يا سلام، انجاز كده بتبقى مبسوط كده ان انت منجز كده وبتساعد الغير وبسط الناس التانية وكده. ايوه. ماشي يا استاذ مصطفى. طب ايه رايكم تيجوا نرسم ونلون ونعمل حاجات حلوه وكده؟ مش بتحبوا كلكم الرسم والتلوين؟ طب بحبها لفتره جداً. انا عملتها رسمت. لا استنى كل بس الناس بيقولوا ان انا فنانه بعرف ارسم حاجات. طيب كتير. طيب ورينا الفن بقى دلوقتي. انا هطلب منكم كل واحد يعمل عمل فني او يرسم يعني لوحه بتعبر عن الايثار، تعرفوا؟ انا ماشي. جربي بقى، مش انت فنانه يا ليلي؟ اشوف واحد ماسك. انا هرسم واحد ماسك. لا ما تقوليش بقى هفاجئني. اوكي يا دودو؟ اوكي ليلي؟ لا فكري بقى، ما انت لسه تقولي على نفسك فنانه. استنوا ما اجيب لكم الحاجات واجي لكم تاني. اقعدي يا مصطفى. يلا. سندوتش. طيب بصوا بقى، علشان الموضوع مش سهل قوي فاحنا هنخليها جروب وجروب. فجروب يعمل يعني اعملوا مع بعض بروجكت، ادي الجروب ده وانا هدي الجروب ده. خدوا يلا جروب. احنا جروب؟ ايوه انتوا جروب، اعملوا مع بعض حاجه. خد ايه؟ خدوا دي بقى كل حاجه. ايوه اعملوها بقى، اعملوا مع بعض حاجه بتعبر عن الايثار. اوكي زهره، واحنا هنكتب فين؟ انتوا الاثنين جروب مع بعض. ايوه هنكتب ازاي؟ هترسموا. انا هسيبكم. احنا منين؟ اقعدوا على الارض. انتوا ممكن تقعدوا على الارض. هسيبكم، انتوا بقى معاكم حاجات عايزاكم في الاثنين. ما احنا معناش جليتر ولا اي حاجه. ماليش دعوه بقى، هم جابوا الحاجات دي. انا عايز قلم. وقالوا لي خليهم ايه جروب وجروب يعملوا حاجات مع بعض. اوكي هسيبكم وارجع لكم تاني.
خلصتوا؟ لا لسه. لازم تبقوا خلصتوا. ايه رايك؟ هنشوف حالا. انا لسه بكمل. ايه ده؟ الله، ايه رايكم بقى؟ اتفرجوني عملتوا ايه؟ ايه رايك؟ انا عملت دول. طب يلا ارجع مكانك. ايه ده انت ما كانش معاكي جليتر، عملتي ايه؟ عملتي انا وانا هدي توي. اه اوكي، انت ما كانش معاكي الحاجات دي، عملتي ايه عشان تجيبيها؟ استأذنت وقالت لي ماشي. اوكي، هي استأذنتك؟ وانا قلت لها مفيش حد قال لي انا بحب اعمل ايثار. برافو، يا سلام يا سلام. وانا كمان بحب اعمل ايثار، مفيش حد قال لا. قعدنا نعمل شيري. قعدتوا تعملوا شيري، محدش قال لا خالص؟ ها. اه اوكي. ادم انت برضو هم ادوك الحاجات عشان تعمل بيها اللوحه بتاعتك؟ الله، ده ايه الشطاره بتاعتكم دي؟ ده انتوا ايه ده؟ الله، طب ارجعوا بقى كده. لا عشان هي لا، اطلعي بقى اقعدي بقى مكانك، اطلعوا مكانكم. انا عشان انا كنت لا لا، ما هو اطلعي عشان تورينا اللوح. لا ما بنرميش ال امال هروح انا كان لا ان رجلك وجعاك، ما ينفعش ترمي المقص. انا كان الله يا جولي، اقعدي مكانك. ايه رايكم ترجعوا مكانكم؟ استني هنشرح. كنت معايا هوت دوج. هنشرح. اقعدي بس. ايه رايكم تقعدوا مكانكم؟ يلا. انا عارفه. حاضر. ما استخدمتش الجليتر. امال ايه بقى؟ لسه خلصتهاش كلها. عملت ده. طب احنا لازم نبتدي. يلا. طب استنى. يلا ممكن تقعدوا مكانكم؟ احنا لسه نخلص. حبيبي انت لازم تحطي جلو علشان كده الجليتر اللي انت بتحطه كله بيترمي. ايوه. طب استنى. عارف المعلومه دي؟ انا محتاجه الجلو. طب ثانية بس. هو كله محتاج جلو، بس انا مش محتاج مني. بالظبط، عشان يتحط جليتر لازم يبقى كده. برافو. ثانك يو. ممكن نرجع اماكننا صحيح؟ انا لسه بعمل، لسه عامل فستانه والبوت. هتخلصيها بعد ما نخلص. انا خلصت. طب يلا اقعد مكانك. خلصنا. اقعد مكانك. مخلصها قبل ما نخلص. يلا يا مصطفى اقعد مكانك. قلبي سخن. يا نهار ابيض، اقعدي مكانك. يلا. ثانيه. هاتيها كده، اقعدوا. يلا هاتوا حاجتكم بقى، حطوها جنبي هنا واقعدوا مكانك. يلا. هو ينفع يا زهر ان انت تقولي ترفعيها كده وتقولي دي بتاعت ليلي مثلا؟ ايوه طبعا، هيحصل ده حالا. ما انا عايزاكم تقعدوا. طيب تعملوا كده. دي يا عم عشان اعمل فستان. مفيش وقت. يلا يلا يا دودو. طب ينفع نكمل بس دقيقة؟ انا محتاج الجلو. انا مش محتاج. شكرا. طب يلا انت حطيت ورقتك؟ برافو يا مصطفى. يلا انا هشرح دلوقتي. اقعد مكانك وبعدين كل واحد هيشرح اللوحه بتاعته. يلا بس اقعد مكانك. اقعد مكانك. يلا هاتي يلا. واو، يلا اقعدي مكانك. ليتس كلين اب. يلا بسرعه كلين اب. يلا يا مصطفى انا هشيل. شيل مكان الحاجات بتاعتك دي. يلا بتاعتي بس. يلا ايوه نساعد بعض بسرعه. برافو. حطها هنا في الكوب دي، في الباسكت. الكوب دي، الكوب دي حطها هنا. يلا كوب. يلا نساعد بعض. يلا دي مش كوبايه على فكره. بليز دقيق. مفيش وقت خالص. يلا دقيق. طب دقيق. مش دقيق، ما بحب الدقيق. يلا معرفش ليه. برافو. برافو برافو يا جولي. برافو. ايه ده؟ يا دود هو ليه ده بيقع من فوق؟ هات حبيبي اللوحه بتاعتك. ايوه دي جميله قوي. يلا برافو يا دودو، شاطر قوي. اقعد مكانك بس كلين اب وذ ذم. يلا. طب احنا هنطلع. ايه الشطاره والحلاوه دي؟ دلوقتي انا كنت سايبه جروب معاه حاجات كتيره قوي، وجروب تاني كان حظه يعني ان هو معاه حاجات قليله، ولقيتكم كلكم مستخدمين كل الحاجات. حصل ايه بقى وانا بره؟ قولوا لي. عملنا شيرنج. بجد؟ كانوا هما معاهمش حاجات غير ماركر، فهي قالت لي ممكن جلتر. قلت لها اوكي واديتها جلتر وجلو. بس انتوا مش فاهم انجلش. ماشي، بس انتوا دلوقتي من نفسكم كده لما لقيتوا معاكم حاجات، فكرتوا حد فيكم فكر ان هم يديهم الحاجات عشان يلونوا؟ انا فكرت. مش لما هي سالتك يعني؟ لما هي سالتني فكرت ان انا
ده اسمه شيرنج، وده الفرق بين الايثار والمشاركه، لان المشاركه انها سالتك فانت قلت لها اوكي. شيرنج از كيرنج بالظبط كده. فهي لما سالتك انت طلعتي جميله وشاركتيها، بس الايثار ان انتم من نفسكم لما تلاقوا معاكم حاجات كتيره تقول لهم تتفضلوا معانا عادي. ما انا برده فكرت ان انا احط الالوان ما بينهم. ايوه صح، برافو. طب تعالوا بقى نشوف انتوا رسمتوا ايه. انتوا طلعتوا شاطرين قوي قوي قوي. دبانه. تعالوا نبتدي دبانة بدي. بتمسح ايديها. نبتدي بدي. مين دي؟ دي ليلي. الله يا ليلي، احكي لنا بقى عامله ايه. دي انا ودي بنت. بتقولي ينفع العب بالدور؟ قلت لها ماشي، ودلوقتي انا بديها العروسه. تديها العروسه بتاعتك. الله، ايثار فعلا. برافو، لذيذه جدا وعامله حاجات حلوه قوي. الورا كله اسود. ايوه حلوه قوي قوي قوي. اوكي، دي بقى بتاعت مين؟ لا دي بتاعتي. دي بتاعت ادم. قول يا دودو ده ايه. واحد غلبان بره، وواحد اداله وهو بص على الموزه فاداها له. لذيذه جدا، وهو اداله الموزه اللي معاه. برافو، قسم معاه الموزه. لذيذه لذيذه. هي الموزه هي مقسومه. ماشي، دي بتاعت دي بتاعتك دي. اوبا، انت ما استخدمتش ادوات كتير بس عملت شغل عالي. وانت كنت قاعد بتقصقص ايه يا مصطفى؟ ماشي، ايه ده بقى؟ احكي لنا. إيه؟ وانت قاعد مكانك ممكن؟ لا مش هقعد. لا اقعد بس. بس اقعد بس. ماشي. قول. ايه اللي تحت هنا ده؟ ده واحد مع لانش بوكس كبير. ده؟ اه. ده اللانش بوكس. لا. اه. ده سندوتش. ده سندوتش عادي. فين اللانش بوكس الكبير؟ معاه هنا بس هو مش باين. اه معايا بس مش باين. اوكي. نتخيل ان ده معاه لانش بوكس وده ساندوتش كبير قوي من اللانش بوكس. وده ايه؟ لا ده بيقول له ينفع اخده؟ ده بيقول له اه. راح مطيره له كده ساندوتش. اه ماشي. دول بقى بيعملوا ايه؟ ده معاه اقعد. اه بو وفي فحم وبيضرب على بتاع. اما هو كان معاه كمان واحد. اما لا واحد بيقول له ينفع العب معاه واحد؟ اما قال له اه. برافو برافو. اوكي، وده ايه؟ لا ده الحاجه اللي هما بيرموا عليها. اه دي النشان اللي بينشنوا عليه. اه فهمت. ده لذيذ قوي. ده دول ده بيؤثر على نفسه ان هو بيديله لعب يلعب معاه، وده اداله ساندوتش من لانش بوكس. ده شغل كبير جدا جدا جدا. اوكي، دي بقى بتاعت جولي صح كده، بس مليانه جليتر. انا هحاول ابعدها شويه عني وتشرحي لنا بقى يا جولي ده ايه. ده انا ده انت اللي هي دي. اه انت. اه وواحد صاحبي. وده واحد صاحبك. معاكي ايه؟ كان معايا استرابي كبيره. اه وكان معايا هوت دوج. اوكي، فانا هو كان بيحب الاستراري والحاجات دي، فانا اديته الاستراري بتاعتي. اه وقلت خلاص مش مهم مش هتهمني، فاخدت الهوت دوج. اه الهوت دوج وكنت باكلها بقى. الله، اوكي. وبعدين بقى في بعدين. ودول ايه دول؟ دول ايه دول يا جولي؟ اه دي الحاجات اللي في المدرسه اللي احنا بنلعب بيها. اوكي، موجوده بقى. حلوه قوي. ودول ايه؟ اه دول دي عقل. عقل. اوكي. أوه. انت عايز انت تحب العقل اللي عصايا. عصايا؟ اه بنمسكها. لذيذه جدا يا جولي، انتوا شاطرين جدا. طب ايه الازرق اللي فوق ده؟ دي سحابه. شفت بقى انا عارفه كل حاجه ازاي؟ لا ما لا دي مش سحابه، دي نور. انوار؟ دي حاجه بنحذفها. اه اوكي سوري، ماشي بقى طلعتش عارفه كل حاجه ولا حاجه. طيب انا هعلق طبعا يعني الحاجات دي عندنا. مفتوح من فوق. ممكن اعلق الحاجات دي عندنا؟ بستاذنكم طبعا. ممكن؟ ماشي ماشي اوكي. طب احنا فهمنا يعني ايه ايثار؟ اه في حاجه عايزه اوضحها لكم. الايثار بيبقى نابع مني انا، اللي لازم اعمل من نفسي انا، اللي من نفسي اقول لو انا معايا الوان كتير. أوه. انا اللي اقول لليلي اتفضلي يا ليلي. بس ليلي لو طلبت وانا استجبت للطلب بيبقى اسمه مشاركه، شيرنج. اوكي. أوه. فالايثار لازم يبقى نابع مني انا، ما استناش طلب من اللي قدامي. زي مثلا لو انا بنت خالتي جت وباتت معايا. اه وهي كانت عندها نفس المقاس لللبس مثلا، من نفسك تقومي مطلعه لها مثلا لو هتبات معاكي بيجامه على قدها، بس ما تطلبش. أوه. ده الايثار. لا او من نفسك تسيبي لها السرير بتاعك وتنامي جنب مامي.
انا زي مثلا لو انا معايا بانك بادز وانا بحب وهي بتحب تنام فوق وانا بحب انام فوق فانا اخليها هي يعني هي أيوة. اخليها هي تنام فوق عشان هي بتحب تنام فوق من غير ما هي تسالني بالظبط. برافو يا جولي. ولما احنا نيجي نخرج مع بعض مثلا واحنا من بيت مع بعض ومامتها مسافره اطلع لها لبس ينفع الخروج ايوه عادي واجيب لها لبس معايا بالظبط. ده ايثار ونفس اللعب وتلعبوا مع بعض نفس اللعب. انتوا فهمتوا كويس قوي صح؟ طيب ايه رايكم بقى بعد ما فهمتوا كويس قوي كده ها نروح عند الفون بوت اللي هناك ده نتسأل كام سؤال ونرجع نكمل كلامنا. ايه رايكم؟ ماشي. ايه رايك يا جولي؟ اتفضلي. والتانيين عايزينها نديها له. انا اسمي مصطفى وارشح لكم النهارده عن الايثار. يعني لو احنا معانا حاجه احنا عايزينها وفي حد بيطلب مننا اللي احنا نديله منها عم احنا نديها له. الايثار عن لو انا مثلا معايا لعبه وحد تاني عاوز يلعب بيها ولو قال لي ينفع العب بيها اقول له ماشي وداله يلعب بيها. ده الإيثار. الإيثار لازم نعمل إيثار ومنكونش أنانيين. والإيثار اللي هو من غير ما نسأل ما التاني يسألنا إن إحنا إن هو عايزها إحنا نقول له ياخدها. في حد قاعد زهقان واحنا معانا حاجه بتسلينا نديها له. لو حد تاني سالته وقلت له ينفع تديني ساندوتش فلو قال لي لا يبقى ده اسمه اناني وطماع. ممكن اخد منه الحاجه والعب معاه. احنا اللي نطلب يعني احنا اللي نديهم من غير ما يطلبوا. لو مثلا صاحبي عايز حاجه بديهاله. مثلا احنا بنتفرج على التلفزيون وهو عايز فيديو وانا عايز فيديو تاني خليه هو اللي يشغل الفيديو. في يوم من الأيام الدراسية كانت المدرسة بتشرح للطلبة الصغيرين الدرس وكانوا الطلبة بيستمعوا ليها عشان ياخدوا أكبر قدر من الإفادة من الدرس. وبعد كده طلبت منهم إن هم يعملوا واجبات معينة عشان تساعدهم في التقييم وفهم الدرس اللي هم خدوه كويس جدا. وساعتها فعلا كتب الطلاب كل الواجبات المطلوبة منهم عشان يفتكروها ويعملوها في البيت. وبعدها بشوية ضرب الجرس عشان الفسحة وطلبت منهم المدرسة ان هم يطلعوا الاكل بتاعهم ويبدأوا ياكلوا. كل الطلاب فعلا بدأوا ان هم ياكلوا ما عدا حسن. طلب من المدرسة ان هو عايز يخش الحمام. ردت عليه المدرسة وقالت له مش هتاكل يا حسن؟ قال لها لا هاكل لما ارجع من الحمام. خرج حسن للحمام وقعد يمشي ويمشي ويمشي بلا هدف وده عشان هو اصلا معهوش اكل وكمان مش عايز يشوف صحابه وهما بياكلوا فيبدأ يجوع اكتر وهو معهوش اكل. فضل حسن يكرر الموضوع ده وكل ما جرس الفسحة يضرب يطلب ان هو يروح الحمام لحد ما لاحظت المدرسة بتاعته وشكت في الموضوع وبدأت تمشي وراه عشان تعرف هو بيروح فين او بيعمل ايه. وساعتها عرفت ان هو بس بيتمشى في المدرسة وفي المبنى بتاع المدرسة من غير هدف عشان معهوش اكل. رجعت المدرسة الفصل وكلمت صحاب حسن وزمايله عن الايثار وهنا
أدركوا الطلاب الحال اللي فيه حسن وقرروا كلهم إن هم يساعدوه. قام كل طالب خد جزء من الأكل بتاعه وحطها في الشنطة بتاعت حسن، ففي منهم اللي حطله ساندوتش جبنة، وفي منهم اللي حطله ساندوتش مربى، وحد حطله ثمرة فاكهة، وكمان اللي حطله علبة عصير. ولما رجع حسن من بره بيشيل الشنطة عشان يقعد، لقاها تقلت شوية، فبيفتحها لقى فيها أصناف كتير من الأكل. فهم حسن ساعتها اللي حصل وشكر المدرسة بتاعته جدا وكل صحابه، وقالوا له صحابه إن هم دايما هيقسموا معاه الأكل في أي وقت هو عايزه. بما انكم شاطرين جدا 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 وغرقتوني في جليتر النهارده، فانا مبسوطه بيكم قوي قوي. لا بس انا مش متضايقه يعني. قررت بقى ان انا ايه يعني ايه نجيب لكم هديه كده بسيطه تعرفوا تلعبوا بيها بقى في الاجازه الحلوه دي مع اصحابكم بقى واخواتكم وكده. اوكي يا استاذ ادم؟ ما عندكش اجازه. ماشي، انت ما عندكش اجازه؟ لا ماما. ما انت عندك. ونعمل ايثار فيها. وتعملوا ايثار فيها طبعا، تخلوا الناس تلعب معاكم طبعا. طيب ماشي يا استاذه هايدي. شكرا يا هايدي. ثانك يو. الله، مين بيحب الماث؟ اقعدي 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 اقعدي. انا. طب نقعد بقى. انا بحب الماث اكتر حاجه. طب ممكن تقعدي؟ ماث ماث ماث. من الايثار ان احنا نسيب الناس تاخد الحاجات وبعدين ناخد احنا في الاخر، صح؟ اه انا عايزه ماث. هما الاثنين ياخدوا الاول حاجتهم. هما الثلاثه. ماشي. انت بتحبي ماث؟ اتفضلي. انت بتحبي الماث؟ اه. اتفضلي. مين بقى بيحب الكالورينج جدا؟ شفت بقى حظك حلو ازاي؟ شفت بقى انت كمان حظك حلو قوي ازاي؟ عايزه انا عندي واحده في. لا ايه ده، دي واحده جديده، دي مش عندك. لا لا والله صدقني. خلاص اخويا عندي. صدقني دي نفسها. طب ينفع نبدل؟ لا. اوكي. لا اه ما ينفعش. خلاص خلاص. مش تحب المات قوي؟ ايوه بحب الكارينج، فانا بحب الكارينج اكتر. ماشي بس خلاص بقى، ايثار شويه ايثار، صح؟ ماشي. ايه رايكم نقوم نغني؟ اوكي يلا بينا. يلا يلا مزيكا يلا. احنا نعمل ايه اصلا؟ انا هعمل اثار واغير المسار. طب يلا. اه حلوه يا ولاد. حلوه صح.